السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الثانية عن البوسنة في 1992. وصلت أنا للندن وبدأت نرتب اللقاءات علشان الشيخ صالح جولاكوفيتش يجي معانا هنا، واستقبلناه في المطار في لندن. وبعدين بدأنا نعمل برنامج قوي جدا جدا للشيخ صالح. في كان ساعتها موجود تلفزيون MBC اللي هو موجود دلوقتي الشرق الأوسط، وكان لسه الجزيرة ما بدأتش، وكان موجود راديوهات طبعا بالانجليزي وبالعربي والمساجد. فكان كل همنا اننا نعمل له لقاءات في اكثر من مسجد، وكذلك خاصة في المركز الاسلامي، مركز الثقافة الاسلامي اللي موجود في لندن، اللي جمعنا فيه يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس عشان عملنا له مؤتمر صحفي كبير جدا في لندن. عملنا له مؤتمر صحفي كبير في لندن، حضرته الـ MBC اللي هي كان ساعتها تابعة مش عارف السعودية أو الإمارات، أنا مش فاكر بالظبط إيه. وبعدين الصحافة جات العربية والصحافة الإنجليزية والBBC، كان يعني عملنا زخم كبير جدا في لندن، وده أثار يعني بعض يعني الحفيظ لبعض الناس من القيادات الإسلامية اللي هم كانوا قاعدين ما عملوش حاجة، ما خدوش انيشيتيفز. والحمد لله ربنا وفقنا كإغاثة إسلامية ندخل في هذا المجال ونعمل علاقات قوية جدا بيننا وبين بعض المساجد وبعض المراكز الإسلامية. ومن لندن اتجهنا شمالا لمدينة برمنغهام، عملنا لقاءات كثيرة جدا في المساجد كذلك هنا وهناك. وبعدين أرسلناه بعد كده لاسكتلندا برضك يلف هناك ويكلم الناس إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وفي الفترة دي كلها من الحاجات الظريفة جدا 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 ان كان الاستاذ فادي كان هو مسؤول الاسلاميك ليف في لندن، وكان بيشتكي. كنا احنا على فكره مجموعه من الشباب المتخلف، يعني ازاي الشيخ ما يستعملش الصابون وعايز شامبو؟ يعني كان الشامبو ده كان بالنسبه لنا شيء يعني زي ما تقول ايه، فانتازي يعني، او حاجه يعني رفاهيه الى اخره يعني. المهم يعني اشترينا له يعني او اشترينا، كان طبعا ما كانش معاه اي ملابس الى اخره. فالحمد لله رتبنا كل شيء واتفقنا على السفر في اول رحله انا وهو. بعد ما عملنا فعلا عملنا عمل بفضل الله سبحانه وتعالى، كان عمل رائع في التعريف بالقضيه البوسنويه في الارض البريطانيه، في المساجد والمراكز الإسلامية وكذا وكذا وكذا. وخاصة الشيخ كان بيتكلم عربية بطلاقة، وكان طبعا شكله الناس ما كانش متعودين ان في أوروبيين مسلمين عينهم زرقاء او خضراء وشعرهم اصفر او شعرهم رمادي وشهم احمر. فطبعا الناس في المساجد يعني بدأوا يتأثروا جدا جدا جدا، وبدأت التبرعات تنهال على الإسلام الكبير. من هنا كان في برنامج احنا بنحاول نعمله، والبرنامج ده كان احنا يعني ننزل على قطر زي ما اتفقنا مع الشيخ الدباغ، وبعدين من قطر نروح على فين يا ربي، نروح على مصر ونخلص الموضوع ونرجع الى هنا يعني. فاتصلنا بالشيخ الدباغ ورحب بنتعرف. ساعتها بقى ما كانش فيه تعقيدات في التأشيرات. فاحنا بنتصل بالشيخ الدباغ في الدوحة، كان عنده ناس هناك من البحرين، فطلبوا منه ان هو يبعتهم الباسبورات بتاعتنا عشان تعملنا تأشيرات. وكان ساعتها انا ما بحبش اسافر بالباسبور الا بالباسبور المصري يعني. فبعتنا الناس عشان تعملنا تأشيرات في المطار ويقابلونا هناك. طبعا في الوقت ده احنا كنا بنعمل ايه، انا وماهر الاستاذ ماهر عبد الله، كان كل بنبعت فاكسات بقى يعني. كنت ايه في المطار في زغرب اقعد، مش في المطار، في زغرب في المكتب اقعد اكتب فاكسات وابعتها لبريطانيا وابعتها للشيخ الدباغ في قطر وابعتها لنقابة الاطباء في مصر الى اخره، علشان نقول لهم الحاله اللي موجوده ايه. وحتى وانا في زيورخ واقف في المطار منتظر الطياره برضك بعت اخر فاكس من البوسنه الى اخره. وكانوا طبعا الناس بياخدوا المعلومات دي كمعلومات ايه موثقه علشان يحمسوا بها الناس ويرتفع الوعي الناس لجمع مثل هذه التبرعات. طبعا نزلنا من بعد ما خلصنا الجوله في بريطانيا وصلنا الدوحه، واستقبلونا استقبال رائع هناك يعني، جزاهم الله خير الناس في جمعيه قطر لكاف اليتيم، وعملوا ترتيبات جيده جدا للشيخ. طبعا في حاجه كده عملوها يعني لما جم يقابلوا الـ 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 الامير، سمو الامير الاب بقى مش الامير الحالي،
او الامير ده الامير الجد رحمه الله عليه. طبعا استثنوني انا من الزياره دي وراح هو. بس انا اتعلمت من الوقت ده ايه، كبر مخك وقلب الصفحه. كبرت مخي وقلبت الصفحه في سنه في البيت. لكن كان في الوقت ده كان دخل علينا عيد الاضحى المبارك اللي هو كان 11/6، وزرنا الناس في بيوتهم وتعرفنا على كتير جدا من العائلات الكبرى اللي استضافتنا في بيوتها وعرفناها بالقضيه وعرفنا الشباب بالقضيه الى اخره الى اخره. وكانت رحله قطر رحله مباركه تاخذنا فيما بعد الى محطه اخرى ان شاء الله نذهب فيها الى البحرين. وعشان نتخيل، انا طبعا لما نزلت قابلت الشيخ الدباغ وكلمت الاخوه هناك يعني في الجمعيه، فالشاب كان في واحد من البحرين من جمعيه خيريه في البحرين قال نجيبكم نعمل لكم برنامج وبتاع ده. فقلت له طيب، يعني مش كنتش متوقع ان جماعه البحرين دول هيعملوا اي شيء. يعني عموما قضينا العيد الكبير اللي هو في الدوحه، وبعدين انتقلنا بعد كده هو الى البحرين في المحطه او في الحلقه القادمه نلتقي بكم في البحرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.